ضيفنا في هذه الفقرة تميز بحبه للمغامرات والطبيعة وتحديدا الحياة البرية، صنع لنفسه أجواء مناسبة لممارسة شغفه بالطبيعة وخصوصا تعامله مع أنواع معينة من الثعابين. حتعرف تفاصيل أكثر في هذه الفقرة معنا عبر سكايب وتحديدا من الباحة حمزة الغامدي الناشط في حقوق الحيوان والبيئة. مساء الخير حمزة. مساء النور، وسعيد بوجودي معكم في هذه الساعة المباركة، أسأل الله أن ينفع بها بإذن الله. آمين يا رب، ونحن أسعد أكيد. خير، قبل ما أسألك وندخل في تفاصيل، كيف الأجواء عندكم في الباحة؟ الأجواء رائعة رائعة، ولا في كلمات صراحة تقدر توصف هذه الأجواء. أنا أشوف صراحة العالم كيف يشتكوا من درجات الحرارة المرتفعة في المملكة، لكن إحنا هنا ما نشعر تماما بهذه الشكاوى. أجواء لطيفة جدا. وبالنسبة للحيوانات والطيور تعتبر مكان يعني لا يعلى عليه صراحة. واضح جمال المكان عندنا. طبعا عرفنا المكان اللي جالس فيه، وكمان يعني كيف بتحيط نفسك بالطبيعة دائما. اي، المكان اللي انا فيه حاليا هذا محمية مصممة على اساس انها تكون اقرب للطبيعة قدر الامكان، سواء من اشجار من التهوية، لأنه الغطاء الموجود حاليا اللي فوق المحمية هذه هو غطاء نافذ للهواء ولأشعة الشمس، بحيث الطيور تقدر تستفيد من أشعة الشمس لأنها تحتاجها في تكوين فيتامين د أو دي 3 بالذات، وبعدين يؤثر على امتصاص الكالسيوم والتغذية الصحية يستفيد منها. بينما في المنازل هذه الطيور أليفة تحتاج تفتقد في المدن لأشعة الشمس وتتأثر صحتها، ضروري انه يعني ما نغطيها غطاء كامل عاتم، لا تكون مقاربه للطبيعه قدر الامكان، وفي نفس الوقت تحميها من اشعه الشمس الحاره بزياده او من الامطار القويه يعني. جميل جدا. طيب حمزه، متى اقدر اقول بدا حبك وشغفك للتعامل مع الطبيعه وخصوصا الحيوانات؟ الحقيقه كان الشغف أشبه بالهوس الغير موجه يعني في السابق، ولكن مع انتشار السوشيال ميديا مع الهواتف الذكية صار عندنا وصول وأكسس على كثير من المعلومات اللي كنا نفتقد لها، خاصة في تربية للحيوانات اللي المنزلية اللي نفتقد فعلا للتوعية فيها. إحنا كشعب تقريبا حديث في تربيته للأشياء هذه، كنا مستوردة كلها من دول أخرى، فتأثرنا كثير. الآن صار في توجه على أن نفهم كيف سلوكياتها بشكل علمي، كيف نغذيها تغذية صحيحة. أول كنا معتمدين على الباعة، أصحاب المحلات هم اللي يوجهونا، وأصحاب المحلات ما عندهم الخبرة الكافية أنهم يعطونا معلومات كافية عن هذه الطيور اللي كل واحد من دولة أو قارة مختلفة عن الدولة الأخرى، يعني كل واحد من دول اللي من افريقيا اللي من استراليا اللي من الامازون، وكل واحد له غذاء مختلف وله سلوك صراحة مختلف يعني. حمزة تحمست اعرف معلومات اكثر عن الطيور المحيطة فيك، فريت تعرفنا عن كذا طير طير موجودين جنبك توجههم للكاميرا وتقول لنا انواعها. طيب باذن الله، اللي جنبي هذا اسمه ببغاء التمنة، هو من أفريقيا، من وسط أفريقيا. طبعا لما نقول أفريقيا دائما تبادر للذهن منطقة حارة وصحراء وكذا، لكن في الحقيقة هذا يعيش في الغابات المطرية في أفريقيا، في جو معتدل قريب من أجواءنا، ولكن رطوبة عالية، في أشجار، في ثمار. هو من الطيور الغالية طبعا. كان هو كم سعره تقريبا حمزة؟ هذا بالنسبة للسعر ممكن ما يملى العين للنوع هذا، يعني سعره تقريبا 600 ريال في حدودها، ولكن انا مستعد افرط في اي طير عندي الا هذا. غلاته عندي وين السر؟ هذا عشرة ست سنوات. في ببغاء اخر لك ما يظهر بالصوره فوق موجود، عشره تقريبا من 2007 الى الان هو معايا، فقيمتها المعنويه اغلى من قيمتها الماديه. وهذه رساله برضو للمربي، انه احنا كمربين نرتبط في الحيوانات هذه ارتباط عاطفي مو ارتباط مادي ونبحث عن سعره. الطيور اللي في الخلف هذه استراليه، طيور استراليه طبعا، هي مولوده هنا خلاص يعني صارت سعوديه يعني ما فيها، لكن كموطن اساسي هي من استراليا، اسمها كوكاتيل الاسم المعروف، ولكن احنا نسميها كروان.
اسم الدارج بالضبط المحلي. هذا اللي كنت بقول لك، الاسم الدارج عندنا كروان. طيب هل يعني كيف تتعامل مع هذه الأنواع المختلفة من الطيور أو من الحيوانات؟ يعني هل بتتبع منهج معين للتصرف مع هذه الحيوانات أو سلوكيات مختلفة لكل طائر أو كل نوع تتبع معاه سلوك مختلف؟ اي طبعا، انا كباحث في سلوكيات الطيور احتاج لي نظره مختلفه عن المربي العادي. لكل واحد فيهم بيكون له نفسيه معينه، له طقوس معينه. هذا الببغاء ما عنده مشكله انه مثلا ابعد عنه، بينما الطائر الثاني بيكون متعلق جدا في صاحبه. كل هذه تعتمد على منهج البحث العلمي حتى نقدر احنا نفهم. هذا الان قاعد يرقص معايا، يحاول يرسم لي واضح رسائل مبسوط من معينه. الأجواء الموجودة عندكم. هو مبسوط ومطمن انه قريب مني، لو خليته بعيد حيكون سلوكه مختلف تماما، بغض يعني باختلاف عن طيور اخرى تبقى بعيده افضل من انها تقرب. وكل واحد له شخصيه زي البشر سبحان الله. لكن علشان نفهمها نتبع، احنا كنا اول نتبع منهج التجربه والخطا، انه نجرب معاه وبعدين نشوف تنفع النتيجه دي او لا. غالبا هذا الاسلوب يخسرنا طيور كثير، لانه النتيجه اللي بنوصل لها انه يموت الببغاء وكذا تعلمنا. لكن تعلمنا بعد ما خسرنا روح. الان لا، صرنا نقدر نتعلم بطرق منهج علمي نعتمدها، هي معتمده اصلا في علم الاجتماع، علم النفس، علم الاداره، كثير من المجالات حتى في تطوير الذات، كيف علاقتنا في الحيوانات بناخذ منهم كثير من الفوائد، حتى من الحشرات، من النمل في القران الكريم، النمل، الهدهد، الغراب، كثير من علاقات الحيوانات في بعضها ناخذ منها مناهج تفيدنا في علومنا الإنسانية. جميل، واضح أنك ملم جدا في هذا الموضوع، في سلوكيات الحيوانات، وعندك خبرة كبيرة جدا. هل بتحاول أنك تستخدم خبرتك في هذا المجال في توعية الناس من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مثلا، عشان يتعلموا أكثر عن هذه الحيوانات، وخصوصا الناس اللي حابين يقتنوا مثلا هذه الحيوانات الأليفة في المنازل؟ نشوف كثير ممكن يتعاملوا معاهم معاملة مسيئة، أو ما يعرفوا كيف ممكن يهتموا بحيوان أليف، هم بس حابين أنه يقتنوا شكل الببغاء أو شكل الطير كزينة في المنزل. فهل بتحاول أنك تنشر هذه التوعية بين الناس ولا لا حمزة؟ السؤال جميل صراحة وعميق جدا. تربية الطيور هذه مسؤولية وأمانة قبل ما تكون، يعني ما هو بزينة، ما هو بحطه معايا في كديكور في المنزل، لا، له حقوق وله واجبات لابد إن نستوفيها حتى ما نؤثم. أولا في دين الحنيف، المرأة اللي كان عندها قطة ولا أطعمتها ولا أسقتها في الأخير كان مصيرها للنار. وهذا يعني ما هو شيء بسيط نتهاون في ارواح الحيوانات هذه. اذا ما عرفنا سلوكياتها، اذا ما عرفنا الجو المناسب لها، اذا ما عرفنا تفاصيل بسيطه في العنايه فيها، احنا حنكون منتهكين لحقوقها لو خليناها في بالضبط. بلدها احسن، او خليناها في المحل احسن، او تركناها لشخص اخر. دائما نقول لا، قبل ما تشتري خطوات الشراء، اول خطوه للشراء انك تحصل على معلومات، توفر معلومات كافيه عن هذا الحيوان او الطائر اللي انت حتربيه في منزلك، وبعد كده تقيم هل ينفع ولا لا. كل طائر في هذول زي ما له مزايا له عيوب، انا حتحمل عيوبه هذه ومشاكله دي، اذا انا قادر عليه. ولابد ان نتقي الله فيها رقم واحد. احنا في أكيد جمعيه طبعا. رحمه، بعد اذنك، احنا في جمعيه رحمه للرفق بالحيوان اسسنا جمعيه تعنى بالرفق بالحيوان كتوعيه في تربيه القطط، تربيه الكلاب، تربيه الحيوانات بشكل عام، علشان هذه النقطة حتى نوصل رسائل يعني منهجية وصحيحة، جميل. ونكون في المملكة هذه دين التسامح، دولة التسامح، نوصل رسائل إنه إحنا فعلا رفيقين بالإنسان، رفيقين بالحيوان، رفيقين بالبيئة. جميل فعلا، يعطيكم ألف عافية حمزة. خلينا نطلع شوي من جانب الحيوانات الأليفة، نروح شوي للحيوانات المفترسة. أنت طيب. أيضا محب للثعابين، ومو بس أي ثعابين، أنواع مختلفة أو أنواع معينة من الثعابين، فكلمنا عن هذا الجانب فيك أكثر. أي الثعابين معروفة عدو للبشر منذ الأزل يعني، ولكن هذه العداوة غير منطقية. يعني لو جينا في الحقيقة هي عداوة من طرف واحد.
لكن الثعبان أحيكت حوله أساطير وأحيكت حوله أفلام وخرافات خلته أنه يعتبر أنه كأنه يترصد للبشر. الثعبان رحلته لو بحثنا فيها من أول ما يخرج من جحره إلين ما يصطاد الفريسة إلين ما يرجع لجحره رحلة محفوفة بالمخاطر بالتوتر، تخلي الإنسان يقول هذا الحيوان قد يعني كل شيء عدو له، من فوق من السماء الطيور عدو له، من الأرض عدو، حتى الحشرات لو في جرح بسيط على طول ممكن النمل يأذيه ويقتله بسهولة. لا لا دقيقة دقيقة يا حمزة، هذه معلومة جديدة علي. النملة ممكن تقتل الثعبان؟ طبعا النملة ما هي لوحدها، النملة جيش منظم ومن أخطر، مو أخطر بالأصح، من أقوى الأنظمة البيئية عندنا هي النمل، سواء في للمزارعين سواء للمنازل سواء للجيف سواء لكثير من منظفات البيئة. النمل إذا وجد جرح في حيوان ما وفي جحر ولا شيء حيروح يتجه مباشرة بتنظيم رائع جدا ويقضي عليه تماما. فاللي بقوله أنه الكوبرا أو الثعبان إحنا نخاف منه أكثر مما هو فعلا يستحق من الخوف. خطورته في إيش؟ خطورته في قطعتين صغيرتين في الفم النابين، الباقي كله هذاك ما له أي علاقة في الخطورة نهائية. حمزة أنت بتروح تصطاد الثعابين بنفسك، فبنعرف كيف أو إيش التقنيات اللي بتستخدمها في وقت اصطياد الثعابين، ومين أيضا بيستعين بمهاراتك؟ في عصا أنا موجودة في السيارة بجيبها الآن، في عصا لاصطياد الثعابين، وأنصح كل صاحب مزرعة أو في أماكن مثل بيئتنا هنا في الباحة في بلجرشي في الجنوب بشكل عام أنها تكون متوفرة عنده حتى تحميه في المسك، لأنها آمنة بإذن الله وطويلة وبتبعده عن الخطر بإذن الله. الشغلة الثانية أنه إحنا ليش نهاجم الحيوانات هذه؟ هي لها وظيفة بيئية تقوم فيها، إذا إحنا قضينا على الثعابين حيكون فيه ثمن حندفعه، مثلا في القوارض حتنتشر القوارض، إذا انتشرت القوارض وقتها كيف نقضي عليها؟ ما حنقدر في بيئتنا هنا نسيطر عليها. أنا بالنسبة لي قدمت مبادرة هنا في منطقتي معايا فريق متطوع إن نصيد الثعبان، اتصل علينا فقط وإحنا حنتجه مباشرة وإحنا نصيد لك الثعبان ونشيله من عندك ونكفيك شره ونكفيها شرك برضو، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم في حادثة حدثت في منى إنه كان في أفعى خرجت على الصحابة شافوها وهبوا على أساس يقتلوها، هربت منهم دخلت في مكان بعيد عنهم في جحر، فعلق الرسول صلى الله عليه وسلم تعليق لطيف وجميل ورائع وقال كفاكم الله شرها كما كفيتم شرها، عفوا كفاها الله شركم كما كفيتم شرها. هذا التعليق وهذا الحديث يغيب عن كثير من الناس، الناس يعرفوا اقتلوا الحيات فقط، يعرفوا هذا الحديث لكن ما يعرفوا الحديث الباقية. الدين متكامل يعطيك تصور كامل لها في ظروف معينة في أشياء، فعلشان كذا احنا طوعنا بالفريق هذا نمسك الأفاعي من عند الناس، خاصة الكوبرا العربية اللي تتميز فيها المملكة العربية السعودية واليمن وعمان في العالم كله، هذا يعتبر شيء ثمين لنا كقيمة بيئية، كيف احنا نجي نقتلها بكل بساطة. بعض الحيات منتشرة يعني ما هي مهددة بالانقراض، ما في يكون فيه نوع من التغاضي لا بأس، ولكن الكوبرا العربية تحديدا هذا أنا من أنصارها يعني الأوائل القضاء عليها. جميل. طيب حمزة، يعني هل لقيت التشجيع والدعم من الناس اللي حولك أو أهلك أو من جهات خاصة لها نفس هذا الاهتمام؟ لا 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 تطلع الثعابين الآن، حمست شوي حمزة. بنشوف الحقيقة كان في البداية في مقاومة، ولكن الآن صار بالعكس، صار في تشجيع كبير على هذه الهواية أو هذا الهدف اللي أنا قاعد أسأله. طبعا إذا إحنا هذه الكوبرا العربية، إذا إحنا حافظنا على شيء خطير نكرهه في باب أولى حنحافظ على أشياء أخرى، هذه هي الرسالة الموجهة من الكوبرا العربية. والله يعطيك ألف عافية وشكرا لك يا حمزة، وشكرا على شجاعتك، أنا من بعيد ومرعوبة، يعطيكم ألف عافية ونتمنى لك كل التوفيق فعلا. شكرا لك. حابة توجه كلمة أخيرة أو رسالة للمشاهدين قبل ما أختم معك حمزة؟
طيب هذا العصا بس ما تكلمنا عنه، هي العصا المخصصة لصيد الثعابين، ونقدر نمسكها ببساطة بدون أي خبرة بدون أي شيء، وننقل الثعبان لمكان آخر آمن. أنا شخصيا لما أمسكها أحطها في أماكن بعيدة عن السكان حتى تتكاثر هناك. رسالتي المهمة أنه إذا أرفقنا أو أرفقنا ببيئتنا واحترمناها حتعطينا، حتكون النتائج عالية تربويا لأبنائنا، تربويا لمجتمعنا، حنرتقي. إحنا في المملكة العربية السعودية نوصل رسالة لكل العالم إن رفقاء بالحيوانات، وعندنا قيم إسلامية ودينية خلينا نكون من أوائل الدول في الرفق بالحيوان. وكان عندنا أوقاف قديمة منذ جميع الخلافات الإسلامية كان لها أوقاف للحيوانات مخصصة للقطط وللكلاب في بغداد وغيرها. شكرا لك حمزة، ونتمنى لك كل التوفيق، وأكيد مشاهدينا مكملين معاكم. وبعد الفاصل أخبار ومنوعات انتظرونا.